من المحجة البيضاء التي يكتب من خلالها طارق عبد الله في أخيرة صحيفة الأهرام اليوم، نقرأ لكم: كيف نحول المعارضة من مسلحة إلى سياسية؟ يقول طارق: البرنامج الأهم في المرحلة القادمة لابد أن ينصب في كيفية ربط الشعب بالوطن والتنازل عن الارتباطات السابقة المتعلقة بالقبلية والجهوية، وهذا عمل يتم ابتداء من قاعدة المجتمع. وإذهب الكاتب إلى أن السودان قطع مساحة مقدرة من الاستقرار مقارنة بالدول المحيطة به، وهذا حد قوله يرجع إلى مساهمة المجتمع، فالدولة أخذت نصيبها من المشاكل وحان وقت النهوض. يختم عبد الله زاويته بالقول: نقول هذا حتى لا يفوتنا القطار، ولأن تكون لنا مساهمة في تنمية وتطوير الدولة، فإذا نجحنا في الارتقاء بالمجتمع للدرجة التي يعرف فيها كيف يحكم ويعارض، نكون قد بلغنا المراد، وعلى الذين يعارضون ترهل الحكومة والصرف عليها أن يدركوا أن الأفضل الصرف على الوزراء بدل الصرف على الحرب.